إذن أصدقائي انقطعت معكم في الحلقة السابقة في هذا المكان تقريبا، وسوف أكمل لكم الحلقة الثانية. أنا أخوكم مصطفى من ألمانيا في برلين، مصطفى العراقي، أصور لكم الآن حلقة عن الهواتف والأشياء الخاصة بالهواتف مثل الكفرات والسماعات والشاحنات وإلى ما ذلك من ألمانيا برلين. ابقوا معي واستمتعوا في الحلقة. نعم، هنا لدينا أيضا الكفرات الخاصة بالهواتف، يعني هي غالية بعض الشيء. هذه الكفرات مثلا 39 أورو، 33، 34 وإلى ما ذلك، كفرات كثيرة خاصة بالهواتف مثل ما تشاهدون. مثلا هنا 19 لهافافي، للهاتف هافافي. هنا للسوني، للموتوريلا، للنوكيا. النوكيا الذي هو أصلا الآن يعني موجود قليلا في الأسواق، لكن في ألمانيا موجود بكثرة. الجالكسي هنا مثلا 24 أورو. مثلا لدينا هنا كفرات 14 أورو. نعم، هذا كله في ماركت في ألمانيا اسمه زاتورن. هذه العلامة زاتورن في ألمانيا في برلين. هنا تجدون الجامبن. جامبن هي عبارة عن شركة تصنع الساعات، ويمكن لديهم أيضا هواتف، لا أعرف لكن ألاحظها الآن. هذه اسمها جامبن، شركة. هنا الساعات مثلا بدون أسعار، هذه تكون دائما بدون أسعار يعني كعرض أول، وبعد ذلك يقومون بعرض أسعار. طبعا هذه لا تعمل، فقط عبارة عن بلاستيك يعرضوها للعالم، وبعدها هنا تستطيع أن ترى كل شيء على ما أعتقد. شارحين عن كل شيء؟ لا. نعم، سوف نرى موزيك. هذا يشرح عن هذه الساعة. لا يشرح، لا أعرف. المهم هذه هي أسعارها، الساعات اللي هي اسمها جارمين 494 طبعا أورو، لكن لا أعرف يعني لا تعمل. هنا في كل شيء موجود كعرض تستطيع أن تستعملها، تفتحها، تلعب فيها، وبعد ذلك ترجعها. إذا عجبتك تشتريها، إذا لم تعجبك لا تشتريها. هنا أيضا يوجد ساعات كثيرة، يعني هذه مثلا سعرها 19 أورو فقط، سعر بسيط 15. نعم، هذا تشتغل طبعا، هذه للركض أو للرياضة، وتعمل على الهاتف أيضا. 179 أكسبلورا، جميل جدا، ساعة رقمية وفيها شاشة أيضا لكن بدون كاميرا. نعم، جميل جدا. ماذا لدينا هنا أيضا؟ هنا لدينا أيضا فيتبت. هذه للذين يلعبون الرياضة أو يمارسون الرياضة، هذه خاصة بهم الساعات، أو يستطيع الشخص أن يشتري. يعني هيك مثلا 204 أورو، سعرها 315 أورو، تعمل نعم للسرعة والركض وإلى ما ذلك، يعني ليست بهواتف خاصة. نعم، هنا يوجد الكثير من هذه الساعات. هنا أيضا هذه سعرها 415، يعني هنا مكتوب فيها كاميرا لكن لا تعمل كاميرا، لا أعرف لماذا. هذه هي كاميرا في الخلف، لا أعرف ما مشكلتها، لكن هي كلها يعني على الجالكسي، تستطيع أن تقوم بربطها. جالكسي واتش ثلاثة فيها طبعا مميزات. هذه 41 ملي بكسل، ني كم هذا؟ MM 41 MMB مثلا. هذه أيضا واحد، هذه 45 MMB، يعني فيها
مواصفات لا أعرفها، لكن جميل جدا، شيء جميل جدا جميل جدا. هذه الكاميرات مرة ثانية سوف نذهب نشاهد الجوالات. هذه هنا شركة الموتوريلا، موتوريلا لديه مثلا 269 أورو. هذا موتوريلا، هاتف جميل جدا، كبير كبير، 148 جيجا بايت و64 ميجا بكسل. أوه جميل جدا، هاتف مروع جميل جدا كما تشاهدون، جميل جدا جميل، هاتف جميل جدا. لدينا هنا 169 أورو، 48 ميجا بكسل لكن، و64 جيجا بايت. 64 لا أنصحكم فيه. هنا لدينا 40 ساعة يبقى الشحن، و 555 أورو، جميل، 500 أورو أو 450. 16 ميجا بكسل الكاميرا، 16، جميل 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 جميل. هذه مواصفاته، الذي هو اسمه ألجي. أوه نحن في شركة ألجي الآن للجوالات. ألجي جميل، ألجي لديهم هذا الجوال وهذه الجوال أيضا. هذا 116 أورو، 8 ميجا بكسل الكاميرا، يعني سخيفة، ليس جيدة الألجي، ليس جيدة، يعني أنا لا أنصح فيها أي شخص. لدينا على سامسونج مرة ثانية 359، 555 جالكسي اس 10، لكن هذا ليس جيدا جدا لأنه هنا في إضاءة كثيرة وكبيرة، فتلاحظون أنه هنا الجهاز جميل جدا لكن هو ليس جيدا جدا. هذا لدينا هنا الاس 20 ب 1079، يعني تقريبا هذه مواصفاته، تقريبا 10 أوراق دولار، يعني سعر غالي بعض الشيء. اس 20 اسمه هذا الهاتف، نعم جميل. اوه في الخلف 1 2 3 4 كاميرات في الخلف، جميل جدا، روعة، جهاز جميل أنصحكم فيه. 635 أورو جالكسي اس 20 مرة ثانية، اس 20 جولد، جولد يعني ذهبي، لكن أعتقد هذا يقصدون عليه الذي هو ليس الآن موجود، لكن هذا أبيض، هذا أبيض اس 20. هنا لدينا 1939 أورو من جديد، يعني 10 يعني 1000 دولار تقريبا، 256 جيجا بايت، جميل جدا لكن سعر غالي، يعني لا أنصح شخص أن يشتري جهاز بهكذا سعر غالي بدون أي فائدة، يعني لا يوجد فيه فائدة هكذا سعر غالي. نعم هذا هو النوت 10، النوت 10 ب 599 أورو، 779 أورو لسمارت فون جالكسي نوت 20 5 جي، 256 الذاكرة، لون جميل، ثلاث كاميرات. لا أعرف ماذا أقول لكم، أجهزة جميلة، أجهزة جميلة جدا جدا جدا، واو روعة. هنا لدينا أيضا هواتف كثيرة، مثلا هذا الأو بي بي أو، هذا الهاتف أو بي بي أو ب 1091، لا أعرف ما هذه الشركة، أو بي بي أو شركة غريبة.
إذن الطابق الثالث أو الرابع لا أعرف الثالث. سوف نذهب معا إلى الطابق الثالث ونشاهد الآيفون، قسم الآيفون. ابقوا معي إذن، شاهدوا الشوارع من فوق من الطابق الرابع أو الثالث في ألمانيا برلين، الألكسندر بلاتس اسم المكان، ألكسندر بلاتس. إذن هنا موجود أيضا موسيقى يجب علي أن أقوم بحذف فيها للأسف. يعني سوف قسم الايفون. واو ايفون، هذه هي المواد الخاصة بأجهزة الايفون، اسعارها 24 دولار او اورو، شاحنات سماعات 9 دولار او اورو، هنا يستعملون الدولار والاورو شركة الايفون. هنا للكمبيوترات او اللابتوب الخاص الايباد بشركة الايفون، مثلا هذه 145 دولار، الكتابة أسعارهم غالية بعض الشيء. هنا لديهم لابتوب أو كمبيوتر خاص، مثلا كمبيوتر للتاتش، يعني تستطيع أن تلمس وتستطيع أن تنقر هنا أيضا مع هذه الماوس والكيبورد. جميل جدا، لابتوب أو لابتوبات صغيرة مثل هذه اللابتوب الذي هي سعرها 2300، يعني سعر غالي جدا 2000 دولار. لدينا هنا 425 ميني باد، آيباد ميني يعني صغير، آيباد ميني سعره 425 أورو، 64 جيجا بايت، هو 256 جيجا بايت سعره 721. هذه المعلومات كما تلاحظون. إذن لديهم هنا ساعات مختلفة، أسعارها تبدأ من 418 أورو، 291، 230، 330. ساعات كثيرة جدا وجميلة أيضا. هذه ألوان كثيرة، يعني هذه للواتش أو التاتش، لللمس
ايباد فقط للايباد للابل للابل واتش. هذه اسعارها جميل. هذه احسن من الواي فاي من الايفون عفوا من السامسونج على ما اعتقد. وهي اصلا لللمس ايضا شاهد فيها اشياء كثيرة جدا. هنا تختار ماذا تريد مثلا الصور تلاحظ الصور. اوه هذه مثل الهاتف واو جميل لكن سعرها 418 أورو. هذا الايفون 12 برو سعره ب 1120 أورو يعني تقريبا 10 أوراق 1000 دولار سعر هذا الهاتف الذي هو 12 برو اسمه 12 برو اعتقد تعرفوه هذا الهاتف الجديد الذي نزل الان في الاسواق الايفون. وفي برو ميكس ايضا برو ميكس لكن اسعارهم غالية بعض الشيء وليس رخيصة اسعارها غالية لكن كاميرتها جميلة اعتقد جدا 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 جميلة. واو جميل جدا. هنا لدينا الايفون 12 ميني 12 ميني سعره ب 827 أورو 122 جيجا بايت كاميرتان فيه كاميرتان. والميكس ايضا موجود هذا 12 ميكس سعره 778 أورو. انا اقول يعني حرام واحد يشتري جوال بهذا السعر يعني غالي 453 أورو لهاتف ايفون سي او اس اي او 661 لايفون 1000 او 11 وهذا هو 64 جيجا بايت. هذا سعره السماعات موجودة أيضا هنا هذه سعرها 194 والثانية 135 هذا أيضا لابتوب آيباد برو سعره 961 128 جيجا بايت. تستطيع أن تستعمل هذا القلم وتعمل كل ما تريد. هنا الكاميرا حسب ما ترون. هنا التبديل أنا الآن هنا ظاهر. هذا مثلا أنصحكم بشرائه جميل جدا 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 روعة. هذا الجهاز روعة لكن غالي يعني أسعارهم 800 900 ألف أسعار غالية أعتقد لا أعرف إن كان لدي الحق أم لا بالقول. هذا أيضا آيباد صغير سعره 914 أورو جميل جدا جميل جدا